بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، هنا في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات الرائعة التي تستمر في أرضية هذا الميدان من خلال تواجدي وحضور هذه الأسماء الجميلة. شوطنا العاشر ينطلق بحفظ من الله والتوفيق، يحمل تحديات ومنافسات للجعدان من فئة المهجنات الأصائل. نتمنى التوفيق دائما للجميع في هذا الميدان، تحفة ميادين سباقات الهجن، ميدان المرموم، هنا الميدان الذكي، هنا تجتمع الشعارات الكبيرة والأسماء القوية والمنافسات العملاقة من أجل الذهب، من أجل النواميس، من أجل الزعفران، ومن أجل ذلك الكلمة التي يطمح لها الجميع، ألا وهي كلمة الناموس. أبدى وأسير مباشرة إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، إلى الإبداع الأول. هناك مع أشقر يتصدر للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، يتقدم الدكتور ويتحرك في هذا المجال، مجال التضمير، يتقدم بينما المركز الثاني حضورا من نمرود واصلا بشعار السعيد بن علي بن مبارك بن رملي الاكتبي، ينتقل الى المركز الثالث الى المحيط، سلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة يتقدم. انتقل الى المركز الرابع فوصل وتقدم هنا نير الواصل يا سالم بن احمد بن دري الفلاحي الشبل، وصل في هذه اللحظات بالماضي بالحاضر بالمستقبل المشرق. انتقل الى المركز الخامس واتجول ما بين هذه الأسماء الشهيرة والشعارات الكبيرة، يورانيوم بدا هنا ينطلق، هذا المفاعل النووي يتحرك اليورانيوم، لأيضا سعيد بن خلفان بن كراز السبوسي يأتي على المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس هذا اللي ذكرناه على المركز الخامس. أما المركز السادس فوصل الديب سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، شاعر القمة، قمة على قمة وذوق قمة، ذوق وجمال وقرة وهاجة. انتقل الى المركز السابع في هذه اللحظات، وصل الباج، وصل علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح بن مقارح بن مقارح، ياتي في هذه اللحظات. ومن القادم من اللي وصل، من اللي تحرك على المركز الثامن، هذا مشغل لسعيد بن صالح بن سعيد القريصي، ياتي على المركز الثامن والتاسع المراكز. هناك مع معالج لحمد بن نهيان بن سالم العامري، وصل الداهية، من انتزع الرمزين، من انتزع الرمزين، كاس باليمين وبندقية باليسار، وهكذا عادات الداهية. انت الى المركز التاسع وتاسع المراكز، هناك وصل فيه وتحرك، تحرك مبلش مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، يصل على المركز التاسع ويتقدم بطل من ابطال هذه الرياضة. اما المركز العاشر فهذا الشجاع الذي يخوض ما بين الشجعان، يتقدم الشجاع مبارك بن
حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة المتحركة الباحثة والطامحة من أجل الفوز والانتصار هنا في هذا الميدان الكبير الذي يجمع الكبار، الذي يجمع العمالقة، الذي يجمع النجوم المتألقين والمتميزين من الملاك والمضمرين. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة الأولى، إلى أشقر، إلى أشقر. يا دكتور يا دكتور ركز 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 وتابع هنا مع الأداء الجميل. هذا أشكر للدكتور سعيد بن سالم الشيخ يأتي على المركز الأول. أما المركز الثاني فنمرود، نمرود لسعيد بن علي بن مبارك بن رملي الاكتبي ياتي مع المركز الثاني. انتقل الى يورانيوم لسعيد بن خلفان بن كراز السبوسي. انتقل الى المركز الرابع ورابع المراكز، الحضور الجميل واللفتة الجميلة والاداء الاروع يبدأ في هذه اللحظات من الذيب. الذيب يا بن دري، يا بن دري يا الشاعر، وصل فيها هذه اللحظات سعيد بن احمد بن دري الفلاحي بطل يتقدم هنا معاصر لهذه الرياضة. يسير يسير ويتقدم على المركز الرابع ما بين الاسماء. بن نهيان بن نهيان يصل في هذه اللحظات بانطلاقة معالج حمد بن نهيان بن سالم العامري. هنا ياتي، هنا يتقدم ومبلش لمانع بن علي بن حماد الشامسي. اجتمع العمالقة، اجتمع النجوم، اجتمع الابطال من اجل الفوز والانتصار في جميع اشواطنا القوة، في جميع اشواطنا الاثارة، في جميع اشواطنا المتعة. حاضرة مع المسافة 8 كيلومترات، المسافة الماراثونية، المسافة الماراثونية. الله يا سلام يا سلام. لكن الدكتور متمسكا بالمركز الأول، متمسكا بحبل الصدارة، معانقا لصدارة هذا الشوط. يقدم لنا شعار ويقدم لنا إبداع ويقدم لنا أشقر سعيد بن سالم الشيخ. يا الدكتور انتقل ما بين الأسماء القوية الحاضرة المجازفة والمنطلقة. من انطلق؟ من سار؟ نمرود سعيد بن علي بن مبارك بن رملي الكتبي بن دري بن دري بن دري يصل هنا مع انطلاقة هذا الاندفاع الجميل. وصل سيف بن سعيد بن دري الفلاحي. يتقدم الشاعر، يتقدم الشاعر وابن الشاعر ابن الجري في جرأة يقدمها في هذا الشوط. ولعت 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 المنافسة وبدأت المنافسة هنا. بن أيضا بن حماد قادما في هذا التحدي في هذه الاندفاع الجميلة. وبن نهيان يقدم لنا معالج، معالج حمد بن نهيان بن سالم العامري يأتي بالمركز الثاني ومبلش بالمركز الثالث لمانع بن علي بن حماد الشامسي. يتحرك ينطلق هنا في هذه الاندفاع الجميل رابعا بن دري. لكن المنافسة القوية ولعت مبكرا. ما المنافسة؟ المنافسة الالف واربعمية متر الاخيرة، الالف واربعمية متر الخطيرة المثيرة. استقام الخط، استقام الميدان، والكل يدلو بدلوة.
الكل يدلو بدلو من أجل الفوز، من أجل الانتصار الجميل. إذن هنا معالج حمد بن سالم بن نهيان العامري أبناء الهير أبناء الجبيب أبناء الجبيب، ووصل وصل في هذه اللحظات الواش لحميد بن مبارك بن نايع المنصاري، تجاوز إلى المركز الأول وتحرك مبلش لمانع بن علي بن حماد الشامسي على المركز الثاني. يا سلام المعركة الطاحنة، المعركة القاتلة، المعركة المرعبة في كيلو الرعب، في كيلو السرعة، في كيلو الإبداع. وصل بن دري يقدم لنا انطلاقة الذيب. الذيب قادم، الذيب قادم، وتحرك ايضا وتحرك في هذه اللحظات مرموق خليل بن راشد بن علي الشامسي، الشامسي العامري الشامسي القادم في هذه اللحظات، وبن دري وايضا الشامسي هناك على المركز الاول مع مبلش مبلش مبلش، ابلشهم هنا مع الابداع الاخير، مع الابداع المثير، مع مانع بن علي بن حماد الشامسي. هذا بن حماد، هذا بن حماد، وهذا ابداعات علي بن سعيد الزرعي. يبدع، يمتع، يتميز، يتألق، يطير بالسلام، يطير بالفوز، يطير بالابداع الجميل. تهانينا لمانع بن علي بن حماد الشامسي، ابدعت في هذا المساء. وصيف للرمز مرتين وانجازات متتالية، تهانينا له. مانع بن علي بن حماد الشامسي، والثانية لعلي بن سعيد الزرعي بالتضمير. المركز الثاني الذيب وصل على المركز الثاني، او هناك مرموق لخليل بن راشد بن علي الشامسي. المركز الثالث هناك كان شعار بن كليب بن اتى في هذه اللحظات مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع هناك كان الأداء جميل ومتميز، ولكن التوقيت الزمني المرافق لمبلش لحظات وصوله 12 دقيقة 22 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مبلش مانع بن علي بن حماد الشامسي، من تألق وتميز. بينما المركز الثاني الحضور الجميل والأبداع المميز هناك 12 دقيقة 26 ثانية وستة أجزاء من الثانية، اللي وصل فيه مرموق خليل بن راشد بن علي الشامسي من وصل على المركز الثاني. والمركز الثالث هناك كما شاهدتموه ايضا عبر هذه القناة التي تتابع لهنا هذا الابداع الجميل، كان شعار مميز قادم بالاداء الجميل والتحدي الرائع من خلال تواجد ايضا هذا الشعار. اذا تهانينا والناموس للجميع.